الأدوية أكو توجه حكومي في قضية الأدوية، حسبوها الدولة الحكومة مجلس خاص سوق مال القطاع الخاص والحكومة، قالوا إحنا إذا نستورد العراق 3 مليارات أدوية 3 مليارات دولار، ليش ما إحنا على الأقل نصنع لنا من هالثلاث مليارات فد مليارين إن هاي الأدوية البسيطة اللي ما تحتاج مثلاً تقنيات عالية ولا تحتاج مختبرات خاصة هذه. فهي كانت هذه فكرة، فكرة أنت وراها تمنع وتكون السيطرة على حدودك. بالتالي هذه خطوة للأمام. بالضبط، هو هنا تبدي العقلية الصناعية. طريق التنمية من الممكن أن يكون خطوة للأمام بتعزيز هذا الملف. طبعاً طبعاً، طريق التنمية ممكن يفتح لك آفاق كثيرة. يعني ممكن يفتح لك آفاق كثيرة إذا ما نجح المشروع، إذا ما نجح في استقطاب الاستثمارات الخارجية أو إنشاء المعامل.